مشاهدينا تلفزيون النصر 24 في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ده الوقت اللي نقدم لكم فوق الا نشر الاخبار الدارجية. بحضور هنا رئيس الوزراء للفترة الانتقالية سالي كبزابو والوزيرة عن المرأة والأعضاء عن الحكومة والمؤسسات الكبرى والمستشارين والأوفيسي جنرو والمعزومين كان بقى حفلة عن الأسبوع الوطني حي السنافات، وهذا كان بقى في بلاس دي لا ناسيون. المناسبة دي كان بقى فوق عدة من الكلمات رئيسة اللجنة المير على مدينة إنجمينة، كان رحب لكل الحضور اللي كان جو حضروا في المناسبة، وكان هجد بالدور عن المرة. وبعد ده كمان كان أنتو الكادو للوزير عن الفترة الانتقالية سالي كبزابو، كمان كان قدموا عدد من البرقيات عن الشكر والمساندة. وفي كلمتها أمينة بريسكي لونغو حجت فيما يخص الدور اللي الأب المرة في لب المجتمع، قالت المرة عندها مكان كبير. وفي النهاية كمان كان نبيغة الديفلي من مختلف من الوزارات والمؤسسات الكبرى والمجتمع المدني. من الناس اللي كان هيدرو أبرو بالفرحتهم فيما يخص الأسبوع الوطني للمرأة. نتابع. أنا جدا لأن المرأة ساهمت في الفترة الانتقالية ده، ساهمت قبل الديالوج، يعني وقت بدينا الفترة الانتقالية النساء هو ما انتظروا، اجتموا وخدموا، يعني سووا نداء عن السلام. كان مؤتمر يعني الوزارة المرأة والجمعيات، الكوناف، ريفامت، كلنا خدمنا. بعد ده جاء الكوميتي دورغانيزاسيون عن الديالوج، في اللجان ده كل النساء قاعدين ويعني ساهموا سعيد. بعد ده جاء وقت الديالوج وشفنا كيف النساء ساهموا، فده انا نقول الفترة الأولى الانتقالية كان قلنا نجاح المرأة 50%، ده هو نجاح عن المرأة، عشان ده انا فرحانة كثير. وبعدين يومنا اليوم ده انا فرحانة أكثر، لأن الموضوع ما بس اللبس، ما بس الاحتفال، ولكن أننا النساء قلنا كيف يعني نساهم بجدية، كيف بتفكير، وكيف يعني بعمل عشان يكون تغيير في تشاد. فعشان ده أنا نقول أنا فرحانة، تغيير عام يعني في المنطلتين عن النساء وعن الرجال. نصيبهم تستفيدوا المعرفة ذات الأسمال، نعرف ان بيننا وننتو فكر ان بيننا، والمرأة دي عندها درجة حتى في الحديث كل مذكورة 3 مرات. عنين العوين ده حل الحكومة اللي تقوم بين عنين بشؤوننا، عوين وهادين ما شاء الله بيزر عوين وهادين ده لقريشة في العوين، مش الأصل نقول له عمين الأمودي ما شاء الله، لما سلامة ذاتك سلامة ذاتك ما شاء الله. وعندنا مبسوطين ألوم المير مير كل مرة، والجوفرنير كل مرة، والمينيستر كل مرة، علينا مبسوطين وندور العافية في البلد. خليه يفكر في الأبيض. ما شاء الله شكرا. بنية صغيرة أنقلها كتير مريم مينيستر أمينة لغو ميشيل جمالانا نظمانا قوانانا أجابانا مرة واحدة. مرة كتير يجي يمشي، لكن هنا سنة دانينا ما شفنا ولا عند أفريقيا ولا عند وسط، ولا يقول نور ولا يقول سيد، كل شيء جمالنا حلو لنا ألم دمرك ألم ده اليوم شهادة في تيران ماما لبت في شيء هو زينة في فرحان. دكتور هنا الأونابي سليمان نبرغو كان سوا الكلوتير هنا الفورماسيون لل 50 ديماندير دامبلوا للأمهات والبنات في تكنيك هنا تريكوتاش ميكانيك، وده كان بيجا
في بيبليتيكا ناسيونال في الوقت ده كان قدموا برقيتين والواحد كمان ريكومنداسيون والواحد برقية عن الشكر. إطار في قد بتاعنا الكمالة الممثلة الدريكتير أنا بي سليمان بورغو وكمان شكر كل المتدربين وقال لهم قال لي يطبقوا كل الأشياء اللي كان ليو في وقتنا الفورماسيون وده بس الشيء اللي يخليهم ينجو فوقه. الرئيسة عن الاتحاد عن الأوين التجار في تشاد حج مريم داود كان صوت بوينت دي بريس اللي كان شكر فوغا رئيس الجمهورية رئيس الفترة الانتقالية بالقرات اللي كان انتهم ليه نتابع جزء من كلام. نشكر أخواني التجار عن الإنيو عن الفام كومرسان عن تشاد من مختلف الأسواق اليوم في الوقت الصعب ده جو كلهم من مختلف الأسواق السوق المكبر السوق المسقر اليوم جو 14 سوق وصلوا قدامهم نشكرهم كثير بصفة عامة وبصفة خاصة ونشكر أخواتي الفين جمينا ناس جمعنا سيادة الجروبات سيادة شنو نشكرهم كثير اليوم جو حضروا قدامي نشكر الأمين هنا تشاد بصفة خاصة ونشكر الأمين هنا الإنيو بصفة خاصة نشكرهم كثير نشكر رئيس الجمهورية رئيس السنتي محمد إدريس ديبي إتنو اليوم كرمني ما أنا بهدي كرم الأمين هنا الأسواق هنا تشاد كافة وكرم الأوين هنا التشاديين بصفة عامة نشكره كثير هو وحكومته نشكره في الجهد البذل كثير للمرأة بذل جهد كثير سوى شغل كثير للمرأة وأمس التكريم الجلي ده هناك كلكم هنا التشاديين بصفة عامة نشكره ونقول لي ما خلى الأوين أبوه المرشال ما خلانا وهكلا ما خلانا واقف في الليل وهراي مع المرأة نشكره كثير بصفة عامة وبصفة خاصة نشكره في صفة القمة وسواها للمرأة قدمها في شيء كثير نشكره كثير وما عندي كلام ونشكر أخواتي في الجمعيات مختلفة الجمعيات مختلفة الأسيساسيون مختلفة الأسواق اليوم كل كيجو الكاتشان للتكريم هنائي أجابوا لهم بصفة عامة أنا هنا 45 جمعية 45 جمعية ده بالأسواق وبالأوين الجروبات كل اليوم لمينا هنا نقدموا فرحتنا الكبيرة فرحانين فرحانين بصفة كثيرة نشكره كثير ونقول الله يطول أمره وشكرنا في الشيء السيالينا ونشكره ونشكر الرئيسة المينستر هنت الفام نشكرها كثير هي كله نشكرها شالت الأوين وقدمت لهم ومشوا هيدرد معانا هي كلها وقت الرئيس دي كورينا شكرناها كثير تمر نقاش الأوين عن وزارة الإعلام في ميزون دي ميديا
والمؤتمر نقاشي ده كمان بالمناسبة حنا أسبوع الوطني للمرأة أي اللي سنفعل للدورة 2023، وكان هجو في ما يخص الدور القاري تلعب المرأة، وكان هجو في بعض من المواد اللي قاري تواجه المرأة في الوقت ده. جد رئيسة هنت اللجنة هنت التنظيم عايشة قليل بلال نتابع جزء من الكلام. طب أو أي ألبان الخاص للاحتفال بهذه المناسبة مع دعواتنا بالرحمة والمغفرة لمشير كياد الذي كان نصير المرأة وخير دليل على ذلك دعمه اللامحدود، ونلتمس ذلك من خلال القرارات العديدة التي أصدرها لصالح المرأة، فضلا عن مقولته الشهيرة: المرأة هي أول من تصحى وأول وآخر من يأوي الفراش، أي المرأة تقوم أول نادم في الأسرة يقوم المرأة وآخر نادي منهم المرأة. إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والأسبوع الوطني للمرأة التشادية، وبعد مرور أكثر من 30 عاما على إقرار من قبل الجهات المختصة تغيير شكله من الجانب الفلكلوري إلى جانب آخر أكثر فائدة وأشمل فعالية، ومن بينها إقامة المحاضرات كالتي نحن اليوم بصددها. ولذلك نتقدم بالشكر للجنة المنظمة وفي مقدمتها وزيرة النوع والتضامن الوطني ولجنة تنظيم أنشطة الأسبوع الوطني للمرأة التشادية بمدينة أنجمينا ووزارة الإعلام. ونتمنى أن نكون عند حسن ظن هذه اللجنة التي وقع اختيارها علينا لكي نقدم هذه المحاضرة بصفتي كإعلامية، كما أتمنى لكم إخواتي وإخواني الحضور متابعة مفيدة ومعلومات قيمة تلبي احتياجاتكم. فيما إن عنوان المحاضرة هو دور المرأة الإعلامية المهنية في المرحلة الانتقالية الثانية، فلا بد لنا في البدء تعريف الإعلام، لأنه الوسيلة الأساسية التي من خلالها نستطيع الوصول للهدف أو الحقائق، وهو ما ينبغي أن تقوم به المرأة الإعلامية خلال الفترة الانتقالية الحالية، هذا فضلاً عن إعطاء نبذة مختصرة عن الحوار الوطني.